وزيط النوار دير غزل التاريخ من المطار عد عم تبقى مطار أهلي انتو اللي اخدتوا الغسالة؟ اي نحنا ليش؟ خال انا جاي استرده. ليش مين حضرتك؟ انا صاحب المحل. بس عدم المؤاخذة نحنا ما منعرفك، يعني نحنا اشترينا الغسالة من واحد تاني كان بالمحل. هذا الحمار ابن الحمار ابني. اي انا ما بأمن اتركه دقيقة يا حاله، ولك كل ما اجا واحد بدي يبيعه بالتقسيط. انا مانع التقسيط نهائيا يا خال. انا هذا الحكي ما بفهمه، لانه نحن اشترينا الغساله ودفعنا قسط اول وخلاص ما عاد نرجع. لا لا تعمل لي قسط اول ما قسط اول، اخذ لي غساله ب 30,000 ليره ودفع لي 1000 معطق لي عليها. شوفي شوفي شو القصه؟ ليش العجقه؟ هذا صاحب المحل جاي قال شو بده يرجع الغسالة. شو على كيفك؟ ما قلت له انه دفعنا القسط الاول؟ قال لي بس تطبق السما على الارض ما راح بصدق انك راح تدفع بقية القسوطة. ليش شو ناقصنا اخي؟ ولك كتار مثل حكايتك. ايه شوف شوف هاي قائمة النصابين اللي دفعوا اول دفعة وهيداك وجه الضيف. رجيني سامت حسين بيه رشا شربتجي ايمن شر ايمن رضا باسم ياخور نورمان اسعى شكران مرتجى سامية الجزائري سامية الجزائري باسم ياخور. يعني نحن نصابي؟ شو بعرفني؟ بس 90% قوي. حكيك موجه لبديع وشفي ولا للكل؟ ولك شو بعرفني انا بديع من شفي؟ انتو شلة نصابين كلياتكم نفس الزفت. بديع؟ افتح لي باب غرفتك لقلك. لك افعلنا ممدوح تركوا هلا مو وقتها. بدي افتح لقلك افتح لي باب الغرفة بس بدي فهمه تفهيم تفهيم بس. شرفوا انتم الله معكم يعطيكم العافية. شرفوا انت شرف معي. خذ الغسالة بس فلتني فلتني خلاص. منيتك على صباطي عليك وعلى غسالتك. طلع لي في منيح وتاكد هذا هو. يلا سيدي لا سيدي ما هو. كنت خايف يا عفيف تكون متورط بالجريمه لذلك ما كنت سلم عليك، بس هلا بعد ما تاكدت انه مالك علاقه راح سلم عليك. كيفك ابو العف؟ اهلين ابو نجيب. يا غالي يا مين ابو طمزه؟ طلع لي في منيح وتاكد هذا هو. يلا سيدي لا سيدي ما هو. خلي لي هالنظارات على عينك، كل مره بدي انتظرك ساعتين لحتى تحطها. حاضر سيدي. كيفك ابو الطمص؟ هلا ابو الطمص سيدي طول ما انتم فوق راسنا الامن مستجب ونحن بالف نعمه. تسلم لي يا ابو الطمص. سيدي سيدي ما في غيره سيدي. مين قصدك؟ ثلاثي المرح ابو جدعان وصورته. ما في داعي لمساعدتك، الضحيه معنا ولله الحمد انه تارك له عين وحده لحتى يشوف فيها. كنا حابين نساعد سيدي. ما في داعي. شو بدك؟ قولي اهلي سيدي. وين وجوزك يا مدام بوران؟ مو هون سيدي مو هون. هون سيدي هون. تعا يا ابو جدعان تعا. ولي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو سيدي هذا هو. شوفي شوفي اتجاهل وغشم حالك لقلك يا ابو جدعان. سيدي انا اول مره بشوف المقنع. شو ابن اخته لفان توماس؟ المقنع هي اول مره بتشوفه. بس قبل ما يتقنع ما كنت بتعرفه؟ تذكر بياع الغسالات تذكر. استفزنا بنص بيتنا سيدي. استفزكم؟
بتضربوه بكف يا مدام بوران على فور الدم، بتبهدلوه على فور الدم، وان شقت حاله تنفخه بوشه. لجوزي شو عمل سيدي؟ جوزك؟ اطلعي طبقه وتطبيق، صار بده تصويج من اول وجدي. سيدي طالع لي خلقي. يا ابو جدعان، بدك تحكي لي هلا بالتفصيل الممل شلون دقيته؟ ما دقني سيدي. يعني حضرتك بتتراجع باقوالك؟ ما بتراجع باقوالي سيدي، انا قلت اعتدى علي بالضرب. ما دقني. مو مشكله، الضرب مثل الدق. ايه يا ابو جدعان احكي لي لشوف هلا شلون اعتديت عليه بالضرب. سيدي اخذنا من عنده غساله من محل بالتقسيط. بالتقسيط؟ ايه الف مبروك ان شاء الله. وليش اعتديت عليه؟ سيدي من بعد ما جبنا الغساله اجى بده يرجعها، قال شو؟ قال عنا نحن نصابين. ايه بتقوم بالطبق وتطبيق؟ تبهدلنا بالحاره، ما ضل حدا ما حكينا له عن الغساله سيدي. ولذلك يا مدام بوران انا مضطر اخذ الكل على المخفر. وانت بديع وشفيق، هل تدعي عليه ما بالالف المثنى؟ لا سيدي، الجماعه ما مدوا ايده، يعني ما دقوا. يعطيكم العافيه. اهلا اهلا ابو نجيب. يا اهلي تفضل عم نجيب. شكرا شكرا يا فتاح ابو نجيب. اقعد. اول شيء مرت عمي بحب طمنك، مشان عمي ابو جدعان لا تخافي عليه، من احسن ما يكون. يعني احسن من هون العين تصيبني شو زكي؟ مو احسن من هون ولا شيء، بس يلي لابد منه لا غنى عنه. المهم انا جاي هلا مشانه بذات شخصي. يا عمي ابو نجيب، امي عم تقنعني انه روح اقعد محله، انا فيني اقعد محله وانا بخاف؟ كنت دق الرجال قتل محله، تتركوه يرتكب الحماقات وبتقعدوا بتبكوا عليه. ليش بس يهوج حدا بيقدر يلجمه؟ كان ترك الرجال ونزل فينا سفق طرق. سمعان؟ اسمع الكلاب الليلة عند عيد سيدي. خلاص مرت عمي خلي ابو نجيب يحكي، مدري شو بده يقول. الرجال جاي ياخذ الغسالة بكرة، اترجوا استعطفوا حاكوا بركي بيصعد حقه. يعني بسلوا ايده؟ اذا لزم الامر ايه، احسن ما ترجعوا تبوسوا ايدين عالم كتير. هذا كله لانه دقوا بوكس. هالبوكس اللي مو عاجبك يا مدام بوران كان روحوا للرجال فتة، لذلك إذا لزم الأمر بوسوا إيده للرجال مش هالغسالة. أجروا أجروا أجر يا أخي، أجروا يا شباب، ما لحق يتهنى. أجر تعطري 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 أجر. يا حويته شو كان غسيل؟ بده جماعة أكابر، ما بده شراشيح. لا سيدي لا، قبل ما يجي مثل التوت ويبوس ايدي ويندم على عدد الشعر اللي براسه اي ما بسقط حقي. ايه خلاص معناها هلا فينك تروح وتسقط حقك، لانه عمي ابو جدعان اصلا فشرت بنص عينك. ابو جدعان مو اصلا. لا ام بلا اصلا، انا بعرف انه اصلا. بس شلون اصلا؟ انت شلت لطائيته وشفته انه اصلا. اصلا هذا اللي على راسه مو شعر، هذه بروكه ملزقه على الراس بسراس. فهمت عليك فهمت عليك. بكير طال على بنتك. ابوس ايدك ها، فك اسره، يفك كل اسر شيء. استغفر الله. لك اختي شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ خلص خلص. مش عارف مش عارف.